بعد 60 عاماً من الاغتراب، مراقب الإخوان المسلمين السابق بسوريا عصام العطار يفارق الحياة في مدينة آخن الألمانية. الداعية والمفكر الإسلامي والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا يغادر الحياة وقد عمر فيها 97 حولا. ابن العاصمة السورية دمشق عرف بمواقفه الداعمة للثورة السورية والتمسك بها. ينتمي لعائلة من أهل العلم توارثت التدريس والخطابة في المسجد الأموي في دمشق لعقود. كان المجال مفتوحاً للعطار ليدخل معترك الفكر والسياسة في مرحلة الصراعات السياسية والفكرية وبروز التيارات المختلفة بعد جلاء المستدمر الفرنسي عن سوريا. يعد العطار من الجيل المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، فقد تسلم أول منصب قيادي عام 1955. من على منبر مسجد جامعة دمشق أفصح العطار عن أفكاره ودعا إليها وانتقد وهاجم. فكان الخطيب شبه الدائم في مسجد الجامعة مع علي الطنطاوي ومصطفى السباعي وآخرين، وكان المسجد يمتلئ بآلاف الطلاب وأساتذة الجامعة. هاجم العطار حكم الرئيس أديب الشيشكلي سنة 51 900، فصدر أمر اعتقاله قبل أن ينصحه مقربوه بالخروج إلى مصر. عاد إلى سوريا ورافق المراقب العام الذي سبقه ومؤسس الجماعة في سوريا مصطفى السباعي، لكن العطار الذي خرج للحج في تلك الأثناء منع من العودة إلى بلاده ليذهب إلى لبنان. وحين اشتد المرض على السباعي اختير العطار عام 64 مراقبا عاما للجماعة. تنقل العطار في تلك الفترة بين لبنان والأردن والكويت وبلجيكا قبل أن تحط رحاله في مدينة آخن الألمانية، وظل قائدا للجماعة في سوريا حتى عام 73 900. عرض كثير من قيادات الإخوان اختياره مراقبا عاما، وهو الإسلامي صاحب الفكر الديمقراطي والمفكر المتنور والمنفتح، فسعى تيار واسع لعزله عام 73 ليشكل ذلك شبه قطيعة بين العطار والتنظيم. عام 81 900 اغتالت المخابرات السورية الداعية بنان الطنطاوي في آخن الألمانية، وهي زوجة المفكر العطار وأم أولاده، ما شكل حدثاً فارقاً في حياته. للعطار عدد من المؤلفات منها بلادنا الإسلامية وصراع النفوذ، الإيمان وأثره في تربية الفرد والمجتمع، ثورة الحق وأزمة روحية، إضافة إلى كثير من المقالات التي كانت تكتسي بالتسامح والفكر المتنور والتي كان يصدرها حتى من على سرير المرض إلى أن توفي. مما كتب عصام العطار في وصيته: وداعا وداعا يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأهلي وبني وطني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، وأسأل الله تعالى لكم العون على كل واجب، سامحوني وأسأل الله تعالى لي المغفرة وحسن الختام.